شفت الحملات اليوم محمد قبلك ما تصورها يعني بالبداية كان هاي الشوارع الرئيسية ما ممكن عبور المشاة بها، لكن مستمرين بآليات أقل من 500 آلية تخصصية مختلف أنواعها. خلال فترة رمضان وأيام العيد توقفنا، حاليا باشرنا ونستمر لرفع آخر مخلفات من هاي. ما أريد الأنقاض ولا أريد الا أريد أن كهرباء، أريد أن ماء، أريد أن تعملون بيوتنا. ولادي اللي اسعف حسن شام مبهدلين مرزلين، يعني اول البارحه جيت من حسن شام مرزلين، بس اريد بيوتنا، اريد بحالنا. هاي الايام المقبله ان شاء الله ترجع العوائل من الايسر على الايمان ويجمعون ان شاء الله كل واحد عائلته وبيته، وان شاء الله يجي الماء والكهرباء.